سائلة من الجزائر تقول: هل من نصيحة لطالبات العلم للاهتمام بدراسة وتدبر العقيدة السلفية حق المدارسة والتدبر، لا مجرد مطالعات وقراءات مشتتة متناثرة من هنا وهناك في كتب أهل السنة، إذ نرى زهدا كبيرا من طرف النساء في هذا الباب؟ الحقيقة نقول بارك الله في السائلة ووفقها الله لما فيه رضاه، وتشكر على هذه اللفتة. والواقع الذي يجب أن تعيشه الفتاة من طالبات العلم أن ينهجنا المنهج السلفي، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا يخفى في هذا الزمن الخلط وأهل الانحرافات والتأويلات الفاسدة والدعايات والتكتلات، والمنهج السلفي بريء من ذلك، فهم يحرصون على دراسة الكتاب العزيز بواسطة كتب التفسير كابن كثير وابن جرير وتيسير الكريم الرحمن ونحوها من الكتب، وكذلك السنة المطهرة يحرصن عليها ويأخذن نصيبهن منها بواسطة من لهم قدم راسخة في العلم الشرعي، ويخططن التخطيط الصحيح السليم للمذاكرة والدراسة، فيبدأن بالأصول ودراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة ودراسة العلوم الشرعية من الكتاب والسنة ودراسة السيرة النبوية وسيرة أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات، وهكذا التأسي بكل صالح من أهل العلم من ذكور الأمة وإناثها، بالترتيب والانتقال من مرحلة إلى مرحلة. بهذا تصبح الفتاة طالبة علم قوية في علمها وصالحة في توجهها وتمسكها بالعقيدة السليمة والمنهج السليم. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.